حتى لو ترجع بعد 20 شهر راح أطالبها بنفس الدليل، لأنها هي كانت حابة تدلس، كانت حابة تدخلنا في موضوع شخصي أنتم تتكلموا حتى تهرب، لأنها هي الموضوع مسجل. وأنا نتمنى اسكندر إذا ما هو ما حطوش راح يعطيني لهني هذا الشخص اسمعي يا هذا. ميهوب، دقيقة، المسلم ما من فضلك كيهربش، من فضلك اغلق لها المايك. المسلم لا يهرب، سمعتي؟ تفضلي اعطينا الدليل، المسلم تفضلي لا تكلمي مع يهرب. الدكتور خالد، هي تفضلي. استفزتنا بكلامها، هذا كلام عيب لا لا اللي اعطينا الدليل. كتكلمه، هذا اسكندر كلام استدعي عيب. استدعي اسكندر، يا شيخ، استدعي يا شيخ، استدعي يا شيخ. هل انا انا تهجمت اسمعني عليكم؟ يا استاذ، يا استاذ، تهجمت على استدعي يا شيخ، معتقدكم؟ تطلع استدعي تقول يا شيخ، الامهات يا وتطلع استاذ، تقول يعني يا امه استاذ، كامله تجمعها، هذا يا الحقد استاذ، يا استاذ، والارهاب، استاذ، الارهاب من عندكم ومن استاذ، كلامكم. جيبوا لي استاذ، دليل على الحادكم، يلا استاذ يا شيخ، جيبوا لي استاذ يا دليل شيخ، على استاذ يا الحادكم. شيخ، استاذ، 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 انا اسف لك وانا اعتذر لك، لكن ارجو من حضرتك انت الاول بتعتذر تعطينا عليه؟ الدليل على انت كلامك ان يا الجهه. مايسا، مايسا كوني انت غير ذكيه، مؤدبه، معلش انت معلش، غير مؤدبه، مايسا كوني غير ربنا مؤدبه. يا اعطيك بالكلمه ربنا لو طلعت من انت غير مؤدبه. يلا يا يلا دكتوره اعطيني، يا اعطيني مايسا، البديل، يا مايسا اعطيني ليش البديل من فرصه؟ معتقدك، اعطيني يا مايسا البديل، ليش يا انت غير مايسا ليش تعطيني مؤدبه. يا دكتوره مايسا معلش، انت يا دكتوره بتهجم على امه، هذه لغه الجبناء. تفضل، عشان طلعت لها دمامتها وقلت لها الفقه وادب يا القرآن، دكتور، يا هذا دكتورة مايسة، الفقه، عشان خاطر يا هذا دكتور، الفقه خليه عندك، هذاك الفقه ديال الجهلاء أستاذة خليه عياشية، عندك. أستاذة عياشية، قدام الجميع معانا 470 واحد الآن، هاتلنا دليل من القرآن إن البنت حينما تتزوج لابد أن تكون راضية وبالغة. اتفضل، أنا معاك أهو، حامل ميوت واسمع للدليل. السلام عليكم ورحمة الله. أخي اسكندر، ممكن أقول كلمة؟ الله يرضى. تفضلي يا أختي عائشة، أنا 5 دقائق كاملة، اطرحي الدليل دليل؟ وأنا حسكت، أنا حسكر مايك وحسمعك، اطرحي الدليل. أعطي الكلمة لواحد آخر، أعطي الكلمة لواحد آخر، أنا غادي نجيب لك الدليل وأعمل في حال ما هكذا أحسن. أعطي الكلمة الثانية. أوكي أوكي، يعني جيب أوكي الدليل شكرا، وأعطيك وقت تعرض الدليل. أوكي جميل، أوكي صافي شكرا. برافو. أوكي برافو، يعجبني. هي راح تجيب الدليل للمرة الثانية، أوكي؟ بس أرجوكم ما حد السلام يخليك عليكم تهرب. ورحمة الله كده وبركاته. كده لحظة تمام يا لحظة يا اسكندر، شيخ. احنا بص يا اسكندر، احنا مع الدليل ندور مع الدليل حيث دار. جاب الدليل على عيننا وعلى راسنا وهنحطه على دماغنا من فوق. ده ما فيش فيها كلام. أعوذ بالله من الشيطان لا الرجيم. لحظة 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 يا شيخ، لحظة لحظة أعطيك وقت. لحظة. يا شباب الآن استمتعوا فقرة عذاب القبر، يعني إن شاء الله أنتم كلكم يا حطب جهنم يا كفار. اسكندر الآن اسكندر بعد اذنك قبل ما ندخل النار، بس كان في تعليق عايز اعلق عليه بسيط خالص. في عيوني حد مش عارفه راجل ولا بنت او ايه، بيقول انا اجيب لك الدليل بس لما تجيب لي شهاده عذريه مريم، هو بيقول يعني على السيده مريم. انا عايز اسال سؤال بس او اقول يا ملحوظه. استاذه ميسه، والله يا ميسه، والله نحبك كثير، ولكن انت تبوظي. انا والدكتور خالد بدنا، والله لا عندي ميتنج وانا انتظر في الدليل، وانت تعاقبي على ناس في الشات. هذه طريقه خبيثه حتى ما دي يهربوا من اسئله الموضوع يا استاذه. بتتقال بتتسجل يا ميهوب وبيقول لك احنا نعم يا استاذه، بدناهم. دكتوره حبيبتي، والله هذه خطب، اللي هذه بده خطب. يسال يا ميسه يجي فوق فوق يسال نعم فوق. هذه اتفضل خطب من دكتور عندهم ميسه. يا ميسه، والله العظيم يا طب استاذه، خلاص وصدقيني حبيبتي، والله الا هذه دكتوره خطب ميسه، من عندهم للهروب، صدقيني. مش خلاص حتى انت النهارده تعلق عليهم، عارفه يا حتى دكتوره، تعلق عليهم. حاضر تمام، عارفه يا دكتوره ميسه، النهارده عشان الجو حامي، فاحنا عايزين يبقى عارفه انت الجرعه مركزه. لا ما انا اللي فاهمه، يتكلم اصل بكده يعني السؤال والتعليقات مكتوبه في الشات ودول لا، اللي بيسجلوا يعلق، انا بشوفهم. لا اللي يعلق، بص اللي يعلق، اللي يعلق وشايف نفسه كده يطلع يتفضل قدامنا فوق على الجسم يطلب، واسكندر هيطلعه زي الاستاذه كده ويجيب لنا دليل كلامه ويجيب لنا الكلام بتاعه فيه. بس بالظبط اوكي ولا يهمك. بالظبط. حاضر يلا الان يا جماعه، الان يا جماعه يا يلا كفار، استعدوا. إذا لم تتوبوا إلى الله يعني راح تنالوا هذا الشيء اللي راح تسمعوه من الدكتور العلامة الفهامة المهندس الدكتور محمد العرفاوي حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا اسكندر لو سمحت حاضر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم ايه بدأت الدكتور ما مشكلة اعطيه ما في مشكلة الخطأ بسم الله طبعا يعني أنا عارف أنا متأكد إن الناس بدأت يعني تخشع وعشان لكي أكمل الخشوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين. ليش من دون المؤمنين يا دكتور خالد؟ ليش؟ دي حاجة الوحي للرسول فقط. فقط. سبحان الله فقط. سبحان الله. شكرا. اظن خشعتوا ولا كمان؟ شكرا اخ اسكندر. بعد اعطيك اخ اسكندر. نعم. انت قلت لي ساعطيك كلمتك، ما اعرف ليش قطعتني وانا ما زلت اقرا في القران. الاخ هذا الاسلوب ما ينفع اخي، اذا ستعطيني كلمتي خليني. الا سمحتي لي لانني بغيت نمشي. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن هذه سورة الروم الآية 21، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. دكتور، هذا الأخ المصري، تعطيني شروط الزواج يعني في الإسلام الست من فضلك، وما معنى مودة ورحمة، وما معنى لتسكنوا إليها؟ فسر صافي، هذا هو سؤالي لك، لأن أنا غادي نمشي، أنا غادي نبقى نتصنت للإجابة. ومن فضلك ما تطورش عليا واعطيني شروط الزواج في الإسلام وشكرا. وين الدليل؟ وين الدليل يا عائشة؟ وين الدليل؟ هو الآية القرآنية، هو يفسرها يا أخي، هو يفسرها لي. هذا دليلك الآية هذه؟ هذا هو دليلي. أوكي دكتور. وكين عدة أدلة، وكين عدة أدلة. هذا فقط مودة ورحمة ولتسكنوا إليها، يفسرها لي من فضلك. أوكي فتحت، أرسلت لك دعوة المايك يا دكتور، بس أعمل تشغيل تستطيع. تقدر تفتح المايك معاه؟ ما اجاك الطلب يا دكتور؟ لا يعمل؟ سورة الروم الآية 21، سورة الروم الآية 21. لا. من فضلك يا دكتور اعطينا الشروط الست في الزواج في الإسلام وشكرا. لا انتم اعطوني التفسير. استاذ عياشية، امام الجميع، انا طبعا الكل يعرف، انا لما بتكلم مع حد بتكلم ازاي. انت قلت امام الجميع ان البنت حينما تتزوج لا بد ان تكون راضية وبالغة. ما معنى مودة ورحمة؟ لا حضرتك بقى اللي فسري الكلام ده، قولوا يلا. حضرتك مفسرة، قولوا لنا يلا من فسر هذه الآية بأنها تكون راضية وبالغة. انا غادي نفسر راضية وراضية لو وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة من الرضا والقبول. كيف تيجي يعني المودة كلام والرحمة؟ كلام كذب وجهل. كلام أيضا نضع، كلام أيضا سأضعه في أقرب ثانية. كيف تأتي المودة من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ من فسر هذا التفسير؟ من فسر هذا التفسير؟ نعم. من فسر هذا التفسير؟ نعم. ما سمعتش. من فسر هذا التفسير؟ ما معنى مودة ورحمة؟ من فسر هذا التفسير؟ من فسر هذا التفسير حضرتك؟ وجعلنا فسر لي أنت، هذه لغة فسرتي. عربية، هذه لغة حضرتك عربية. حضرتك اللي فسرتي؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب يلا فسرها لي أنت. قدام الناس لو سمحت، مودة. نعم. دي مصدر ولا اسم ولا فعل؟ مودة دي معناها إيه؟ لا فسرها لي أنت، أنا بغيت التفسير ديالك أنت. لا. مش انت اللي فسرتي؟ تعرف اللغه العربيه؟ انت تعرف اللغه العربيه؟ تعرف تقولي جذر؟ تعرف تقولي؟ لا تقولي جذر؟ تعرف تقولي جذر مودة ايه؟ انا كان عارف المودة والرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة، فسرها لي انت. بص يا اسكندر، طبعا امام الجميع للمرة المليار، احنا ناتي بالدليل، نحن ناتي بالدليل. هي قالت أمام الجميع أن البنت حينما تتزوج لا بد أن تكون راضية وبالغة. طبعا دورت في، طبعا مش موجودة في القرآن، فجابت إيه؟ وجعل بينكم مودة ورحمة.
لا أنت السؤال هنا قلت لي أمام. على الرضا، أنت قلت لي على الرضا لو والقبول. سمحت لو سمحت نعم كمل يا أستاذ، الناس كلها سمعتك، عشان بس ما نرجعش لورا تاني. الناس أوكي. كلها سمعتك، أنت قلت لابد أن تكون راضية وبالغة. وأنا قلت لك أعطيني شروط الزواج في الإسلام الست. حضرتك بصي، لو سمحتي أنا برضو مش نعم هطلع من النقطة، مش هطلع من النقطة. أنت قلت تفسير مودة ورحمة إن هي تكون راضية وبالغة، صح؟ لا ماشي بالغة، مودة ورحمة يعني القبول، قابلة طيب وراضية. حضرتك، حضرتك قابلة، مين اللي قال الكلام ده بقى؟ قولي لنا تفسير ده مين؟ ده تفسير مين؟ ما معنى وجعل بينكم مودة حضرتك ده ورحمة؟ تفسير مين؟ لا سؤالي تفسيرك واضح، أنت، تفسير تفسيرك، أعطيني التفسير ديالك مودة تفسير مين ورحمة. حضرتك؟ انت اللي انت كيف؟ قلتيه ان هي تكون أو لا، راضية، مودة سأطرح ورحمة تكون عليك راضية، ده السؤال تفسير مين؟ لأنني أسمع ده زوج. تفسير مين؟ سأطرح عليك ده السؤال تفسير مين؟ بطريقة ثانية، ده بطريقة تفسير ثانية. مين؟ ما هي سؤالي انا الشروط سؤال لكي تاني، تكون بينك ده وبين، تفسير مين؟ ده اسمع تفسير مين؟ اسمع اسمع، خليني أطرح عليك ده تفسير السؤال، مين؟ بص يا خليني اسكندر أطرح عمال ما عليك يقول، عشان السؤال، ايه؟ عشان ما احبش اللي جادل خليني. اللي جهل. لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. طبعا لا يوجد دليل، جابت آية ما لهاش علاقة بالكلام اللي هي بتقوله. أنا آسف في الكلام، أنا لا أحب أن أجادل الجهل لأجل ذلك. لا والله انت اللي هي جاهل، قائمة، اسمح لي، اللي يجيبوا لكم، لو سمحت، لو يقول سمحت. لكم الدليل تبقوا تلحدوا. انت من للمرة المليار، للمرة لا، المليار. من يجيب أي لكم الدليل كلام. تبقوا تلحدوا؟ اعطيني ما هي شروط، اعطيني شروط، شروط النكاح في الاسلام. للمرة المليار. أي كلام بدون دليل سيلقى في أقرب سلة زبالة. أي كلام بدون دليل سيلقى في أقرب سلة زبالة. إحنا الآن أنا قلت لها، هي قالت أنا عندي دليل من القرآن إن تكون راضية وبالغة. طبعًا رجعت عن كلامها بالغة، طلعت بره اللعبة، قالت لا أنا بقول راضية بس. راضية فين؟ قالت إن هو وجعل بينكم مودة ورحمة. تفسير مين؟ تفسيرها هي. هي أصلًا أنا آسف في الكلمة لا تعرف الفرق بين الفعل والمصدر. والفعل والاسم. والفعل والاسم. انا اللي قلت، الله يلعن، بتقول لي انا اللي قلت، انا اللي قلت يا اسكندر ان شرط ان هي تكون راضيه وبالغه. ما انت كنت طالع تجيب الدليل على ايه؟ ما انت كنت طالع دليل تجيب الدليل على ايه؟ ما معنى الموده والرحمه؟ انت اللي تفسري. تفسري بمين؟ بكلام المفسرين، اما انت كلامك لا. شكرا اسكندر، مرة أخرى إلا سديتي لي المايك ننزل. شوف، مودة ورحمة، سؤال لك يا دكتور، ما هي الشروط باش تكون عندك مودة ورحمة؟ إذا ما كان قبول وما كان للمرة المليار، كلام بدون دليل سيلقى في سلة الزبالة، سيلقى في أقرب سلة زبالة. ثم تقول الآية وتقول لي فسرها أنت أيضا. أنا يا اسكندر لا أحب الجدال مع الجهلة والعوام لهذا السبب. إحنا نطلب الدليل فتأتي بآية وتقول لي فسرها أنت. قولي لنا تفسيرها أنت، وطبعا تفسيرها من دماغك أنت، من راسك برضه هنحطه في سلة الزبالة. قولي لنا فين دليلك، دليلك فين؟ الآية دي فين فيها الدليل ان شرط الرضا والبلوغ؟ انت قلت ان شرط الزواج عن البنت ان تكون راضيه وبالغه. وبالغه فين في الايه ديت انها تكون راضيه وبالغه؟ فين؟ قول لنا مين اللي فسر الكلام ده، وقول لنا يلا بس. وين الدليل؟ الدليل عياش عيشية وأفتخر، وعاش الملك، عاش الملك يا أختاه. أختاه، ما هو دليلك يا أختاه؟ افتح المايك يا أختاه وأعطينا دليل. أفهمي، أفهمي الدكتور خالد. ضاعت، ضاعت عياش. اسمح لي، اسمح لي. قال لك الدليل ها هو التفسير ديال من، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، مودة ورحمة، وقال جعل بينكم مودة ورحمة، يعني جعل بينكم بالمصاهرة مودة تتودون بها وتتواصلون من أجلها، ورحمة رحمكم بها، فعطف بعضكم بذلك على بعض، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني ما تكون مودة ورحمة بين الطرفين حتى يكون القبول والتراضي بين الطرفين.
هذا هو المودة والرحمة. والله تفسيركم انتم اللي كتجيبوا التفاسير ما نعرف من المريخ، فهذاك الطراهات ديالكم انا لا اؤمن بها. وشكرا. طبعا يا اسكندر، يعني انا ما بحبش نطول برضو في الموضوع ديت، اي حد ممكن غيرها يكون عنده علم شويه. طبعا العلاقه ليس لها ابدا بالقبول والايجاب في الزواج، طبعا ده كلام فارغ. هي مش عارفه حتى، هي طبعا هي دورت عشان تجيب دليل على كلامها عشان الاحراج، فطبعا جابت ايه ملهاش علاقه بالموضوع. يا جماعه احنا نتحدث عن زواج الصغيره، زواج الصغيره او نكاح الصغيره في الاسلام. اللي عنده دليل ان ده غير موجود في الاسلام يقول لنا، اللي عنده دليل غير ما احنا غير اللي احنا بنقوله يقول لنا. انا زي ما انا قلت، ايه الحكمه ان الله شرع هذا التشريع في الاسلام، ان خلى الرسول وهو عنده 53 سنه يتزوج طفل عندها 9 سنوات، وجعل هذا تشريعا باقي لابد الابدين ليه؟ والى الان بيتم الزواج، هذا الزواج في القرى والصعيد وفي الاماكن الفقيره بيتم هذا الزواج تحت غطاء شرعي، تحت غطاء شرعي. لو كان انتهى التشريع بزواج الرسول كنا خلاص، كنا قلنا هو خلاص الله يرحمه وصلى الله عليه وآله وسلم، فده أبي وأمي وخلاص والموضوع انتهى معاه. إنما ده تشريع باقي إلى الآن، إلى الآن الناس تعاني منه. وأنا قلت لو في واحدة بس طفلة صغيرة في العالم كله في آخر الدنيا هنحارب هذا التشريع، هنقف ضده، وهنقف ضد كل من ينادي بيه وكل اللي بيرقع له وكل اللي بيدلس عليه وكل اللي بيكذب عشان يجعله مسوق شرعي. احنا سنقف ضد، انا في دي بالذات، في هذا الموضوع بالذات لن اتركه ولن اكون كيوت ولن اكون والله اصل عشان يا جماعه يعني ندي لهم بس الجرعه بالحلاق. الموضوع ده بالذات انا ما فيش فيه حنيه، ما فيش فيه حنيه. اللي يقبل هذا الكلام، انا قلت لك اللي يقبل هذا الكلام ويرقع له يروح لاقرب مصحه امراض عقليه، يروح لاقرب مصحه امراض عقليه ويتعالج. اللي يرقع على هذا الموضوع يروح لاقرب مصحه امراض عقليه. اما انا مش هتركه، ولا ميهوب هيتركه، ولا اسكندر هيتركه، ومش هنكون كيوت فيه، ومش هنكون طيب. ما فيش دي، ما فيش فيها هزار، ما فيش فيها هزار، ما فيش فيها لعب، ما فيش فيها ضحك، ما فيش فيها الكلام ده. اللي عنده كلام، اللي عنده كلام غير اللي احنا بنقوله دليل يتفضل يقول لنا، يتفضل يقول لنا. اما هذا التشريع باقي، وده مش كلامي، ده كلام المذاهب الفقهيه الاربعه، بل كل العلماء. الامام ابن المنذر قال حكي الاجماع على ذلك، حكي الاجماع، الاجماع على ذلك. فالناس المجمعين على الباطل ده وعلى الجريمه ديت احنا ضدهم، احنا ضدهم وضد هذا التشريع. اللي عنده كلام غير كده يتفضل ويجيب لنا دليل واحنا مع الدليل. يلا يلا اسكندر، شوف هتدي المايك لمين. ما هي الكذابة قالت إني أنا نزلتها، تكذب كذابة. بالله يا شباب شدوا لنا تكبيس لأنه لا انا ما كنكذبش على أوكي، خليني أفتح لك المايك بس. ما جابت الدليل يا بني. طيب الدليل هو، الدليل لا تنكر، من سمح لك تتكلم يا عموري عمودي، لا حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى. أوكي، لما يجي عليك الدور أعطي الدليل. أوكي خليه اسكندر، خليه مكاني، خليه ياخذ مكاني، معليش نسمعوا الدليل. انه اسمح لي، هذه العياشيه ما راح تعطيك دليل، هي راح تضيسنا ان هي تدلس يعني مره قرانيه مره. احنا عندنا من الدليل من السنه، نقدر نفتحوا لها الان، نعطوها دليل من السنه في المذاهب الاربعه. وهي قالت عندي ادله مسجله عندي في اليوتيوب انها قالت انها من اهل السنه والجماعه، وانا عندي دليل لا يوجد هذا الشيء اللي قالته هي. خلي السيد يتكلم اسكندر في مكانه، ياخذ مكانه، ما كاش مشكله نسمعكم. اوكي اذا عنده دليل اعطيه يتكلم، لكن هو في العرفاوي قبله، في ومحمد قبله، ففهمت هو تجاوز ادوار. لكن ما انه عنده دليل حيقول دليل راح اعطيه قبل، لان اعرف العرفاوي ما عنده ومحمد ما يفقه في الدين. طيب لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. إذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني برضه، لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصمود. شرح الحديث موجود. أما سؤاله بالجماع والدخول